الله اثبت يا خيل الله اثبت يا خيل الله اثبت يا خيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. لا تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفننا ويفنيها ومن يكن هم الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. لا تشبع النفس من دنيا تجمعها وبلغة من قوام العيش تكفيها. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها. أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جاهرا في مغانيها. من يشتري قبة في العدن عالية في ظل طوبى رفيعة مبانيها. دلالها المصطفى والله بائعها وجبرائيل ينادي في نواحيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها. أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم الغلا فيها. النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها. والله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها. والله والله أيمن مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. لو أن في صخرة صما ململمة في البحر راسية من سن نواحيها
رزقا لعبد براه الله له فنقات حتى تؤدي إليه كل ما فيها أو كان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له فإن أتته وإلا سوف يأتيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودارنا لخراب المؤمن ابنيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قابل الموت يبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.